حرف الباء، أكتشف وأتعرف. أولا أرفع يدي إذا سمعت الصوت ب. بومة، بو. سمعت الصوت ب. أرفع يدي. طاووس، لم أسمع الصوت ب. لا أرفع يدي. ببغاء، ب. أسمع الصوت ب. أرفع يدي. ثانيا أضع علامة في تحت الصورة إذا سمعت الصوت بن. براد، لا أسمع الصوت بن. لا أضع علامة. مبرد، لا أسمع الصوت بن. لا أضع علامة. مركب، بن. أسمع الصوت بن. أضع علامة. دبدوب، بن. أسمع الصوت بن. أضع علامة. ثالثا أقرأ وأتعرف أشكال حرف الباء. الحرف في أول الكلمة. براد، تكتب الباء على هذا الشكل في أول الكلمة. برد، تكتب الباء على هذا الشكل في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة. مبرد، تكتب الباء على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كانت متصلة. دبدوب، تكتب الباء على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كانت منفصلة. الحرف في آخر الكلمة. مركب، تكتب الباء على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كانت متصلة. دب، تكتب الباء على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كانت منفصلة. رابعا أقرأ الكلمات ثم أضع علامة في تحت التي تتضمن الباء مع الحركات القصيرة والطويلة. باب، باء. الباء تتضمن حركة طويلة، أضع علامة. ببر، باء. الباء مع الحركة القصيرة، أضع علامة. مدرب، الكلمة لا تتضمن الباء مع الحركة الطويلة أو القصيرة، لا أضع علامة. بدر، باء. الكلمة تتضمن الباء مع الحركة القصيرة، أضع علامة. دب، الكلمة لا تتضمن الباء مع الحركة القصيرة والطويلة، لا أضع علامة. بوم، بو. الكلمة تتضمن الباء مع الحركة الطويلة، أضع علامة. بوبي، بو. الكلمة تتضمن الباء مع الحركة الطويلة، أضع علامة. مكتب، الكلمة لا تتضمن الباء مع الحركة الطويلة أو القصيرة، لا أضع علامة. خامسا أقرأ ثم أصل الجملة المناسبة بالصورة. مركب مراد، باب داري، مكتب مريم، دبدوب رباب. أصل دبدوب رباب مع الصورة. سادسا أحيط بخط مغلق عدد المقاطع في كل كلمة. بو بي، بو بي. إذا عدد المقاطع 2. أحيط 2 بخط مغلق. مبرد، مب را دون. عدد المقاطع 3. أحيط 3 بخط مغلق. أقرأ. سابعا أقرأ المقاطع. ب، بو، بي. با، بو، بي. بن، بن، بن. ثامنا أقرأ الكلمات. درب، بابا، برد، بوبي. تاسعا أقرأ الجمل. بوبي بباب داري، مر بدر بباب داري، نبح بوبي، هرب بدر.
أختار مقطعين مناسبين وأركب كلمة. دوبون بوبي باب دار. دوبون بوبي باب دار.